سكيل لاب 17، واللي هنعرض فيه مع بعض مجموعة من الارتيفاكتس very common و very famous. احيانا كتيرة جدا بنشوف المنظر ده، المنظر ده مفيش فيه كونتنت ومفيش فيه شل ومش واخد الشكل اللي احنا عارفينه لأي اج من الاجز بتاعت المنسس، فما ينفعش ان انا اقول عليه اجو فومس، ده ارتيفاكت. وده منظره من بعيد بتكبير العشرة. احيانا كتير بنتلخبط فيه لان هو موجود على هيئة كولكشنز او على هيئة مجموعات، لكن ده برضو مش اجز. بنشوف دلوقتي الفيجيتابل فايبرز، واللي احنا زي ما قلنا في فيديو سابق قبل كده بتبقى شبه سلك التليفون. ودلوقتي بنايدنتيفاي مع بعض منظر الستارج، واللي بنعرفه من خلال لونه الموف او الاسود احيانا زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا، وده بعد اضافه صبغه اللوكال سايزين. شكل خليه النحل دوت من الاشكال المشهوره جدا. احيانا كتير بتقابلنا حاجات ديسبيرسد ومتفرقه بالمنظر دوت برضو لونها موف، دي برضو تعتبر ستارج. اللي بنشوفها دلوقتي مع بعض دي الاير بابل. بنشوف دلوقتي مع بعض واحدة من الارتيفاكتس المهمة جدا، واللي كتير منا بيلخبطها على اساس ان هي اكس، وخصوصا الهاي مينو لابس اكس. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، اشوفكم على خير.